دائما وثيقة المرضى أو وثيقة حقوق المرضى. يعني الحقيقة شيء مهم جدا المريض ياخد حقه وياخد وضعه. مين فينا راضي عن الخدمة الصحية في المستشفيات في مصر؟ مين فينا ما مستناش الطبيب علشان يوصل ويقدم له خدمة؟ مين فينا ببساطة بيلاقي سرير في مستشفى حكومي ببساطة جدا؟ مين فينا بيقعد مع الطبيب عشان يشرح له هيقوم بالعملية ازاي؟ ايه فوائدها؟ ايه أضرارها؟ الحقيقة مش عايز أتكلم كتير، ولكن كلنا عارفين مشاكل في القطاع الصحي. من خلال ضيوفي الموجودين النهاردة الحقيقة فوجئت بمادة في الدستور، هي مادة 18 بتلزم الدولة برعاية المريض. خليني أقول لكم، كان عندي كلام كتير جدا في المقدمة، ولكن عندما اطلعت على المادة 18 من الدستور قلت هسيب كل المقدمة اللي أنا كنت هقولها وهاجي للمادة في الدستور اللي بتلزم الدولة برعاية المريض. خليني أقول إن المادة 18 ببساطة هلخصها لكم، بتقول لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة. أدي واحد. اتنين، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي. أدي اتنين. تلتزم الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. ما شاء الله. أدي تلاتة. خدوا بالكم بقى اللي جاية، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ. تجرم أو يجرم كل من لا يعطي المريض حقه. جميل وأكثر من رائع. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين. أكثر من رائع. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة والرقابة للدولة. يعني بالبلدي كده زي ما بنقول الدولة بتعطي المريض حقه من خلال المادة 18 في الدستور المصري. ولكن هل هذا الكلام يطبق في المنظومة الصحية؟ اعذروني، جايز أنا متحمس للموضوع جدا جدا ومبسوط إن معانا ضيوفنا اللي بيطرحوا هذه الوثيقة المجتمعية. الدولة بتدي كل الحقوق للمريض سواء كان في مستشفى حكومي أو في مستشفى من القطاع الخاص، ولكن خلينا نركز شوية على القطاع الحكومي. مش عايز أتكلم كتير، ولكن خلينا أرحب بسرعة بضيوفي الهامين جدا الموجودين معانا في الاستوديو. دكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير سياسات إصلاح القطاع الخاص سابقا، ودكتور أيمن السبع الباحث في شؤون حقوق الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أهلا بيكم ومنورينا دكتور. صباح الخير. صباح الخير، ونهاركم دايما سعيد. نهارك سعيد يا فندم. دكتور علاء، كلمت مع حضرتك كتير قبل الهوا، وحضرتك أطلعتني على هذه الوثيقة الهامة جدا، الوثيقة المجتمعية لحقوق المرضى، ودي هامة جدا، وأطلعتني على المادة 18 من الدستور المصري بتدي كل الحقوق للمريض في الرعاية. صحيح. وتجرم وتلتزم الدولة والآخر. المزيد والمزيد من الالتزام. ولكن خليني عندما أطرح السؤال في البداية عايز أعرف أكتر عن مشروع كتابة الوثيقة الحقيقة. ودي وثيقة هامة جدا. ويعني نتكلم عن الوثيقة بشكل عام. جميل جدا. أنا طبعا من الناس اللي مؤمنين جدا بدور المجتمع المدني وضرورة أنه يساهم في صياغة السياسات والتشريعات ويتشارك مع الأطر التنفيذية والحكومية، لأنه التحديات اللي احنا بنواجهها في الصحة تحديات ضخمة جدا. ويمكن من غير مساهمة المجتمع المدني حل هذه المشاكل والتحديات هيبقى صعب كمان. وبالتالي احنا بدرنا كبرنامج الحق في الصحة نتيجة الشكاوي اللي كانت بتجينا باستمرار من مرضى كتير بيتعرضوا لمشاكل في التعامل عند تلقيهم للخدمة الصحية، ان احنا لقينا انه جزء من اللي مكتوب في الدستور المصري اللي احنا بنفخر بيه جدا، دستور مادة 18، وخصوصا ان احنا شاركنا في كتابته الحقيقة. يعني مادة 18 دي المجتمع المدني كان ليه دور كبير مع لجنة الخمسين. عظيم. وهي بتصاغ هذه المادة العظيمة اللي انا بعتقد انها محل فخر لينا، اكثر من رائع، كماده مكتوبه على الورق شيء نفخر بيه كمصريين. شفت حضرتك قلت يا دكتور علاء كماده مكتوبه على الورق، وانا سعيد بيه. ازاي الماده دي تخليها واقع، امر واقع؟ ده هيستلزم انه يبقى في تشريعات بتطبق الدستور لما يبقى في برلمان ان شاء الله، ويتبنى البرلمان هذه التشريعات. وبناء عليه من سنه تقريبا نتيجه حجم الشكاوي اللي كانت بتجينا من المرضى، لقينا انه شرط جودة الخدمة حقوق المريض. ده جزء من معايير الجودة في العالم كله، ان لازم حقوق المريض دي تكفلها المؤسسة الصحية اللي بتقدم الخدمة الصحية.
فبدأ باحث شاب في برنامج الحق في الصحة وزميلي اللي قاعد جنبي يبتدي يسأل الناس عن تصوراتهم لحقوقهم، لأنه مهم قوي إن احنا نعرف الناس شايفين حقوقهم إزاي، على الأقل مع هذه المؤسسة اللي بيتعاملوا معها طول الوقت سواء كانت قطاع خاص أو قطاع حكومي. وجمع آراء ناس كتيرة جدا، وأنا حاسب له الفرصة إنه يقول بالظبط هو عمل إيه في السنة دي. عظيم. علشان نوصل لل 12 مادة اللي مكتوبة في الوثيقة اللي قدام حضرتك دي، ولسه احنا مستنين رأي الناس فيها كمان إضافي. جميل. واحنا قدمناها طبعا لوزارة الصحة، لأنه احنا بنعتبر أنه الحكومة شريك لينا. عظيم. ومهم جدا ان هم يتبنوا نفس الافكار زي ما احنا مؤمنين بيها الحكومه. الحكومه والنقابه كمان. بالظبط. وكل الاطر الاخرى يعني كمان يتبنوا مثل هذه الوثائق. فانا حسيب فرصه لزميلي يشرح هو عمل ايه بالظبط. احنا معانا على الشاشه دكتور علاء برضو البنود اللي موجوده في الوثيقه. يعني البند ده مثلا مهم جدا، بند واحد ده، الحق في إتاحة الرعاية الصحية المناسبة وفقا لاحتياجات المريض والحفاظ على كرامته الإنسانية دون تمييز. يعني ايه الكلام ده؟ الإتاحة بمفهومها العلمي أنه أنا لما أحتاج الخدمة الصحية على بعد 3 كيلو متر من مكان سكني لازم ألاقيها بجودة وبدون تمييز، وبغض النظر عن أنا معايا فلوس في جيبي ولا ما معايش. هي المادة دي تعتبر مش تعتبر من معايير الجودة، صحيح؟ بالضبط بالضبط. بالضبط. يعني دي أحد حقوق الـ 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 الإنسان في الحق في الصحة. يعني بيقول لك الحق في الصحة عبارة عن إتاحة وجودة ومقبولية، الثلاث حاجات دول مع بعض. عظيم. إتاحة يعني ان انا لما احتاج الخدمة تبقى متاحة قدامي. عظيم. على بعد 3 كيلو لو هي على مستوى الرعاية الاساسية، على بعد 10 كيلو لو هي مستوى رعاية المستشفى. عظيم. انا هاني على الدكتور ايمن على طول. دكتور علاء، بس قبل ما انقل بسرعة، هو سؤال كان لازم اساله سريع كده، هو احنا ما كانش عندنا وثيقة قبل كده؟ لا الحقيقة مفيش، الحقيقة مفيش. احنا كان يعني في ادارة للجودة موجودة في وزارة الصحة، وجزء من عملها علشان تدي معايير الاعتماد انها تكتب حقوق المرضى. تمام. انما الوثيقه بشكل قانوني ملزم يقترب من التشريع القانوني اللي يلزم القطاع الخاص كمان انه يطبقها وينفذها، مفيش. ما كانش موجود. دكتور ايمن، كان لازم اسال حضرتك قبل ما نتكلم في اي حاجه خاصه بالوثيقه، بدات العمل في الوثيقه دي من امتى تقريبا؟ تمام. هو الحقيقه احنا ابتدينا شغل في الوثيقه من ديسمبر 2013، وده المفروض احنا الشغل بتاع الحملة بتاعت الكتابة المجتمعية لوثيقة حقوق المريض كانت معتمدة على 3 مراحل. المرحلة الأولانية كانت ان احنا بنسأل الناس بشكل كيفي عن ايه تطلعاتهم للحقوق اللي المفروض تتكتب في وثيقة حقوق المريض. وده كان من خلال عمل بحثي على مستوى الجمهورية، عملنا 296 مجموعة بؤرية او اجتماع لمجموعات من الناس بيمثلوا مختلف طوائف الجمهور. بنسألهم بكل بساطة ايه الحقوق اللي انتوا شايفينها المفروض تتكتب في وثيقة حقوق المريض. بناء على الكلام ده طلعنا بنتائج جمل الناس قالوها، ودخلنا في المرحلة التانية بعد كده اللي هي احنا بنسأل عدد اكبر من الناس ايه الاولويات اللي عندهم، ايه الحاجات اللي هم شايفينها اهم من غيرها وكده. وفي المرحلة الثالثة خدنا اراء الناس ديت اللي هم كانوا في المرحلة الثالثة 10,103 شخص. رقم مش قليل بالنسبه لاستطلاع الراي. طبعا كسم. وبيمثل المحافظات المختلفه. يعني هم متقسمين على المحافظات المختلفه حسب حجمهم وحسب عدد السكان اللي فيهم. يعني ما اعتمدتوش على محافظه رئيسيه زي محافظه الاميه، القاهره او الاسكندريه ولا اخر. جميع المحافظات تم تمثيلهم بعدد يتناسب مع عدد السكان. عظيم. اللي في المحافظه دي. عظيم. وطلعنا في الاخر ب 12 ماده بتلخص الاولويات بتاعه الناس، اللي هي المواد اللي ظهر على الشاشه دلوقتي او اللي هي مكتوبه في الوثيقه اللي هم ال 12 ماده. احنا بنستعرضهم الحقيقه على الشاشه، انا مش عايز يعني الوقت يضيع في استعراض المواد، ولكن واحنا بنتكلم هنستعرض المواد على الشاشه. يعني مثلا احنا بعد ما عملنا ده عرضنا هذا الكلام على مجموعه من الخبراء بهدف انها تتكتب بصياغه تقدر تكون قريبه منها، تكون صياغه تسمح تتحول انها تبقى قانون في وقت من الاوقات. ومثلا من ضمن هذا الكلام اللي مكتوب دلوقتي على الشاشه اللي هو الحق في الحصول على خدمه صحيه من خلال فريق صحي مدرب، وان يبقى في معايير جوده وبروتوكولات للتشخيص والعلاج متفق عليها عالميا. يعني ما ينفعش الطبيب او الفريق الطبي كل واحد يمشي بشكل من غير ما يكون ماشي مع بروتوكولات العلاج او التشخيص العالمية. ودي مهمه جدا الحقيقه، ودي من اشتراطات الجوده اللي نادرا ما بتتنفذ للاسف. وطبعا انا سعيده دكتور ايمن انك قلت نادرا ما بتتنفذ. احنا بنتكلم بامان. لا طبعا بلا شك بلا شك. يعني الحق نمره 3 ده في غايه الاهميه استاذ اشرف، لما تشوفوا الحق في توفر خدمات طوارئ واسعاف سريعه وفعاله بغض النظر عن تكلفتها، لان الحق ده
مرتبط بالحق في الحياة. انت لما بتبقى في لحظة هي اللحظة حياتك مهددة بالضبط وخدمة الطوارئ مش ملباة او مش موجودة والاسعاف مش قريبة هنا، ولو الاسعاف قريبة دكتور علاء حتى وصلت لغاية المستشفى هنرجع تاني لكلمة الطوارئ. بالضبط دكتور علاء، انتوا اتبعتوا خطوات بالتأكيد في وضع الوثيقة علمية جدا، يعني احنا خدنا من بق الناس بس ده زي ما بيقولوا رو ماتيريال، لانه المواطن العادي ممكن يتكلم عن حقه بطريقة تبدو عفوية وبسيطة، بس كمان حطينا الـ 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 الكلام العفوي ده على مسطرة الخبرة اللي ممكن يحولوه لكلام علمي دقيق، وعشان كده طلعت المواد محكمة من ناحية الدقة العلمية ومن ناحية كمان الدقة القانونية. أنا شايف كمان توفير الأدوية يعني ما سبتوش حاجة لما اتكلمتوا فيها. يعني أنا مثلا هروح وحدة صحية وما لاقيش فيها طبيب وما لاقيش فيها دواء، يبقى ده مباشرة لا يتفق ومعايير الجودة ويعد انتهاك لحق المريض. أنا سعيد قوي دكتور علاء أن حضرتك بتتكلم قوي عن موضوع المعايير. طبعا دي مهمة، من غير معايير مؤسساتنا الصحية هتواجه مشاكل كتير مع الناس والناس كمان مش هتبقى راضية، لأنه الهدف من النظام الصحي في الآخر زي ما قلت لحضرتك من شوية أنه يحسن صحة الناس، أنه يحميهم من عبء المرض المادي. بالظبط، المادي محرك حتى في المادة 4 كمان بيتكلم على توفير الدواء. بالظبط توفير الدواء، أنه كمان المواطن هو بيتعامل مع الوحدة الصحية أو مع المستشفى يطلع راضي، يطلع مبسوط، يطلع حاسس أنه كرامته الإنسانية تم الحفاظ عليها، ما تمش انتهاكها. والله انا سعيد يا دكتور علاء بالابتسامه اللي موجوده على وش حضرتك وبالامل والبشاشه. في امل طبعا، في امل طول ما في مصر ناس مخلصه وبتقرر انها تشتغل وتشتغل بجديه، وخصوصا الجيل الشاب ده اللي قاعد جنبي اللي قعد سنه كامله يسال الناس انتوا شايفين حقوقكم ازاي، وبالتالي خد من بقهم وجمع واجهد نفسه جدا طبعا علشان يعرض الكلام ده على خبراء متخصصين، والخبراء يبتدوا يساعدوه في صياغة ال 12 مادة. عظيم دكتور أيمن، خلينا نتكلم ونسأل برضو سؤال هام جدا الحقيقة، مين اللي ساهموا في وضع الوثيقة؟ يعني احنا كلمنا في البنود وكلمنا في وضع البنود الهامة جدا والثغرات اللي انتم شايفينها، ولكن من ساهم في وضع هذه الوثيقة؟ تمام، الحقيقة احنا لما ابتدينا نشتغل على وثيقة حقوق المريض كان بالنسبة لنا السكة الأسهل والعملية والمعتادة جدا هو ان احنا نجيب مجموعة من الخبراء يقعدوا مع بعض في قاعة اجتماعات ونقول لهم اكتبوا لنا وثيقة حقوق المريض وتبقى هي دي الوثيقة اللي تطلع في الآخر. احنا الحقيقة حبينا ان احنا نتبع أسلوب مختلف شوية في حاجة زي كده، ان احنا نعمل التشريع من تحت لفوق، الناس نفسها هي اللي تكتب هذا الكلام بشكل مباشر. عشان كده كان مهم جدا بالنسبة لنا انه مجموعة العمل الأساسية في هذا الموضوع تمثل مختلف طوائف المجتمع المدني، ففي منظمات حقوقية، في جمعيات أهلية خيرية، في مجموعات للمرضى، في أحزاب سياسية، وفي حركات شبابية. فمثلا يعني المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللي أنا بتبع ليها ده بتمثل العمل المدني الحقوقي. جميل. في مثلا عندنا جمعية الجمعية المصرية لأصدقاء مرضى السرطان اللي هي كانسر فايف، ودي بتمثل جمعيات المرضى بالذات، لأنه مرضى السرطان دول يعني من الفئات اللي في وضع حرج جدا، والاهتمام بحقوقهم وبكرامتهم الإنسانية كان بالنسبة لنا حيوي للغاية وليه أولوية. لأنه ده مرض إلى حد كبير بيعمل مشكلة، وأعداده مش قليلة في مصر، وأعداده مش قليلة، كل سنة في 100,000 مريض رقم رهيب جديد مرضى سرطان. في الجمعية المصرية لدارس العلوم الصحية اللي هي عبارة عن شباب من طلاب الطب وطلاب الكليات الصحية، دول من المشاركين معنا في الحملة. في مجموعة مانيفستو مصر، دول مجموعة من الشباب اللي هم بيؤمنوا بفكرة التشريعات اللي طالعة من الناس، وفي حزب سياسي اللي هو حزب مصر الحرية. حاليا احنا بندعو مجموعات اكبر من المجتمع المدني بتمثيلاتهم المختلفة بهدف ان هم يشاركوا ويدعموا هذا الكلام، لان في واعتقد الاخر ان النقابة كمان شاركناها في الكتابة، يعني مهم جدا في مع نقابة الاطباء تواصل، كمان مع بعض الأحزاب الأخرى برضو في تواصل. يعني المهم إن إحنا حاولنا بقدر الإمكان يبقى فيه تنويع من الناس اللي ممكن يساهموا بالرأي كخبر. بس عجبني جدا يا دكتور علاء، الدكتور أيمن دلوقتي وبيتكلم على من ساهم في وضع هذه الوثيقة، إن مجموعات من الشباب أصلا عشان تتكلم على جيل جاي، جيل مؤمن بالنشاط المجتمعي ويكون مؤثر كمان في حق المريض. أنا شايف دكتور أيمن بيتكلم على
مجموعات مش قليلة من شباب الأطباء. الحقيقة هو العمل الميداني بتاع الموضوع ما كانش سهل، يعني 296 مجموعة بؤرية في المحافظات المختلفة ده كان لا يمكن يتم غير بمجموعات من المنظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل على الأرض واللي عندها قدرة على التواصل من خلال الإنترنت ومن خلال التواجد في الأماكن المختلفة ومن خلال الأبحاث اللي اتعملت حتى على مستوى المستشفيات وفي مناطق الانتظار بتاعتها وكده. عظيم. واحنا الحقيقة أهم حاجة بالنسبة لنا في الوثيقة دي هي إن هي يعني نجاحها لا مش هنقدر احنا نضمنه غير بحاجه واحده بس، وهي بان الملكيه بتاعه الوثيقه دي تبقى ملكيه عامه، تبقى بتاعه الناس كلها بمختلف طوائفهم. عشان كده احنا بندعو اي جهه او اي منظمه او اي مجموعه من الشباب او اي كتله من المجتمع المدني ان هم يتبنوا هذه الوثيقه وان هم يعتبروا الوثيقه دي بتاعتهم بغض النظر عن المجموعه اللي اشتغلت فيها في الاول. مش مهم، هي حاليا دي بتاعه الناس كلها. بالظبط. يعني استاذ اشرف انا عايز اقول لك تجربه سابقه كمان، واحنا بنكتب الدستور المصري ده العظيم اللي في تاريخنا علامه، انا بعتبره علامه، ده حقيقي. انا شخصيا نزلت في قرى في الصعيد عشان اسال فلاحات بساط جدا، انا عارف ان انا مش هاخد اجابه علميه دقيقه، بس بسال الفلاحه البسيطه في قريه زي مثلا كفر الشرفه في المنيا، انت متخيله حقك في الصحه يبقى شكله ايه؟ فبتقول لي يا بيه اللي جاي من القاهره يعني انا عايز اما اروح الوحده الاقي دكتور والاقي دواء ويعاملونا كويس. خد بالك حضرتك بتتكلم على شخص بسيط، بسيطه جدا. اميه ست بسيطه. طبعا ده مهم جدا لان هم ساعتها بيحسوا ان الدستور ده بتاعهم فيضطروا يدافعوا عنه بقى ويحسوا ان ده ملكهم الخاص مش الحد عمله لهم. دي فكرة المشاركة، أهميتها أن المجتمع يشارك في التشريعات حتى لو بكلام بسيط، بس بعد كده الخبراء هياخدوا الكلام البسيط ده ويحطوه في سياق علمي مظبوط لا يخالف هذا الكلام البسيط. عظيم. ينطلق منه يعني. عظيم. دكتور علاء، سؤال سألته لحضرتك قبل ما نخش الهواء كان هامي جدا ولازم أربطه بهذا الكلام. هي وثيقة مجتمعية. بالظبط. ولكن متى تكون ملزمة لوزارة الصحة ونقابة، بلاش نقابة الأطباء، خلينا دلوقتي نبتعد لأن نقابة أنتوا عرضتوا عليها وكانت من ضمن المساهمين والأخ، ولكن متى تلتزم وزارة الصحة وطبعاً بهذه الوثيقة المليئة بالمعايير التي تحمي حقوق المريض؟ والله احنا قدمناها للوزارة والوزارة يعني لحد كبير يعني اهتمت بالكلام ده. احنا كلنا مستنيين انه يبقى عندنا برلمان في القريب العاجل ان شاء الله، والبرلمان ده هو اللي هيتبنى كل التشريعات اللي ممكن تطلع من جهات مقترحة مختلفة عن طريق النواب اللي هيبقوا في البرلمان. لما البرلمان يقر مثل هذه التشريعات اللي ليها طبع إنساني وأخلاقي وحقوقي هيبقى فيه إلزام ساعتها. ده ونجاح غير طبيعي ليك. هيبقى فيه إلزام وإحنا هنحس ان احنا ساهمنا. بالزبط. ساهمنا في انه نعمل للبلد تشريعات تليق بيها. بالزبط. في الأيام اللي جاية. دكتور أيمن، الدكتور علاء قال في نهاية حديثه دلوقتي الأيام اللي جاية. الأيام اللي جاية وخطواتكم القادمة وخطتكم اللي جاية. احنا حاليا الحقيقة بنعلن عن الوثيقة وعن الحقوق دي بهدف ان احنا نوصل لأكبر عدد من الناس ومن الشخصيات اللي ممكن تتبنى هذا الكلام، سواء كان على مستوى الحكومة أو على مستوى النقابات أو على مستوى حتى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو المرشحين في مجلس الشعب أو غيرهم، بهدف أنه في الآخر هذا الكلام يبقى جزء من، يعني احنا بندعو أي حد ان ده يحطه في الحملة الانتخابية بتاعته. أنا هدخل هذا الكلام في برنامج. في البرنامج يعني نفترض نائب مرشح نفسه، أنا أول حاجة هقولها له أنت يا سيدي مرشح نفسك ليه؟ ايه برنامجك الاقتصادي والاجتماعي؟ حط الوثيقه إيه برنامجك في الصحه؟ اذا ما كانش عندك برنامج انا مش هديك صوتي، فاحترمه قوي لو كان جزء من برنامجه حاجه متعلقه بحقوق المرضى مثلا. يعني ده يبقى نائب ذكي مش كده، يعمل حاجه زي كده مش كده، خصوصا انه حاجه احنا بندعو النواب اللي هيرشحوا نفسهم قريب دول انه حد فيهم يبتدي يتبنى الافكار الجاده دي، وبدل ما ينزل يكلم الناس كلام مش محدد يبقى معاه حاجه محدده، انا لما هبقى نايب ان شاء هعمل الله كذا هعمل كذا وكذا وكذا. عظيم. وساعتها هنحاسبه بقى على عظيم. على اللي هو ناوي يعمله يعني. دكتور ايمن كنت هتقول حاجه. خصوصا انه الحقوق ديت والحاجات اللي موجوده في وثيقه حقوق المريض الحقيقه هي مش حاجه مكلفه للدوله عشان تطبقها خالص، ولا هتتطلب اطر تشريعيه معقده، ولا هي حاجه في حجم المشاريع الكبيره العملاقه اللي محتاجه تاخد سنين عشان تطبق، محتاجه فلوس يعني. دي مجرد ما هذا الكلام ألزم التزام اخلاق. بالظبط. لا يعني ما بال حضرتك التزام اخلاق اذا كانت البنيه التحتيه اساسا موجوده. انت يبقى محتاج ايه؟ احنا بنتكلم في توفير ادويه، محتاج بنتكلم في التزام الطبيب تجاه المريض، بنلتزم بحاجات. يعني دكتور ايمن انت بتقول انا
نزلنا على مستوى المحافظات. وانا كنت سعيد جدا 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 حضرتك قلت محافظات مصر كلها، وعارف ان العدد اللي استمر معاكم في البحث كان كبير مش قليل، ولكن زي ما قال الدكتور علاء المواطن يعني خلينا بعيد عن المواطن المتعلم المثقف اللي يقدر يتكلم كويس قوي ويطالب بحقوقه، لكن انا بركز بالظبط، انا بركز ان كنت في المحافظات اللي فيها المواطن اللي كان بيتكلم عنه الدكتور علاء البسيط اللي جايز ما يعرفش يعبر صحيح هو محتاج ايه. ما هي الحقيقه الجزء بتاع التعبير ده هو مرتبط الحقيقه بالحق اللي مكتوب دلوقتي على الشاشه اللي هو الحق في توفير المعلومات. انا حتى على مستوى حتى تلقي الخدمه لما انا بدي للمريض معلومه عن حالته الصحيه وعن احتياجاته وعن التشخيص وعن العلاج وبتاكد ان المعلومه دي متقدمه له بصوره مفهومه ومبسطه هو ساعتها يقدر يتخذ قرار، سواء كان الكلام ده على مستوى علاجه او على مستوى حتى مشاركته في وضع هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها مواطن بسيط في الاول وفي الاخر، كل واحد عارف احتياجاته وعارف هو محتاج ايه وعارف هو مش محتاج ايه وعارف حدوده زي إيه. الست بتاعت قريه كفر الشرفة دي اللي انا ما بسالها انت عايزه ايه من الصحه، قالت لي يا بي كده ببساطه يعني اما اروح الوحده الاقي دكتور موجود ولاقي الدواء موجود ويعاملونا كويس. شفت عبرت ازاي يا دكتور؟ تعبير عبقري عبقري بسيط بس هو ده لب حقها حقيقي. والغريب ان في الماده الخامسه اللي كانت معروضه على الشاشه توفير المعلومه للمواطن بالزبط. يعني انا بحييكم مش عايز اقول بحسدكم بحييكم ان انتم من خلال الوثيقه من اهم حاجه لابسط حاجه انتم ما سبتوهاش في الوثيقه. ده الناس مش احنا بالظبط، ده الناس على فكره. احنا كل اللي عملناه بلورناه في لغه اللي هي بيسميها لغه العلم والمثقفين. الدكتور علاء يعني انا بحييكم الله يخليك وبنتظر بامانه يا دكتور ايمن ان الايام اللي جايه تحمل لينا اخبار ساره من خلال البرلمان القادم إن شاء الله. ومن خلال من يتبنى بالزبط. من يرشحنا انفسهم في البرلمان بالزبط. ان هم يكون من ضمن اولوياتهم في البرنامج زي ما حضرتك قلت رعايه المريض وحقوق المريض. انا بشكركم الحقيقه دكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحه بالمدرسه المصريه. شكرا جزيلا دكتور ايمن السبع الباحث في شؤون حق الصحه بالمدرسه المصريه. شكرا. وعلى وعد بلقاء متجدد ونشوف مصرنا الحبيبة قطاع الصحة فيها بينمو ويتطور في الأيام إن شاء الله. القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا برسيلي. مشاهدينا بهذه الابتسامة الرائعة وهذا الأمل بننهي يومنا النهاردة. منساش أوجه كل التحية من فريق العمل ليكم وشكرا على حسن المتابعة ونشوفكم دايما على خير. شكرا جزيلا.